اي محامي من بره. انا عديلة. عديلة جات اهي. عديلة اهي. يا عديلة دخلت ليه؟ مواصلات. ما انت عارف يا بخيت المواصلات. جبت معاك محامي؟ انا افتكرتك انت اتصرفت. ايه مالك عديلة؟ انا اتبهدلت. اتبهدلت قوي من غيرك يا بخيت. طب بس 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 ما تعطيش ما تعطيش حبيبتي. ما تسيبنيش تاني يا بخيت. مش هسيبك. عمري ما هسيبك ابدا. بتحبني بجد؟ الا بحبك. ده انا بموت فيك يا عديلة. انا كمان بموت فيك. الله الله يا استاذ يا استاذ. ايوه. ايه مش مكفيكم البحر والرمله جايين تكملوا هنا؟ زيادة القاضي، نحن أبرياء من هذه التهمة. براءة الذئب من دم ابن يعقوب. إن هذه الفتاة خطيبتي. أيوه بس أنا مش شايف دبل في إيديكم. ما هو باعتبار ما سيكون. زيادة الرئيس، حضرات المستشارين، نحن نطالب البراءة ولا شيء غير براءة. انظروا معي وحكموا ضمائركم إلى هذه الفتاة. انظروا معي إلى هذا الوجه الملائكي البريء. هل يمكن لهذا الوجه الملائكي أن يرتكب مثل هذه الفعل النكراء؟ انظروا. ملك صندوق، شوف يا جدع انت، أنا هأجل لكم القضية لحد ما تلاقوا محامي يترافع عنكم. رفع الكف. اتصوت واصرخ واخربش واعد فيه لغايه ما سابني. انا اتبهدلت قوي يا بخيت. انا هروح اقتله. لا لا يا بخيت، احنا مش قدهم. طيب الظاهر مفيش فايده، عمرنا ما هنتجوز ابدا. ان شاء الله هنلاقي حل. ازاي بس دي مقفله من كل ناحيه؟ ضروري هنلاقي حل. بأي شكل هنلاقي لها حل؟ بخيت بخيت، احنا مش ناقصين قضية أدب تانية. عالي قوي قوي بخيت. افرض يا حبيبي حد طب علينا. مين هيطب دلوقتي؟ هنقول له ايه؟ قول انت مين؟ انا محمد بيه. اقفل. لا مؤاخذه. مين محمد بيه ده؟ معرفش. حضرتك صاحب عباس بيه؟ ايوه صاحب عباس بيه. اقفل. لا مؤاخذه. دي ليك. ايه دي؟ مش عارف، انا مزار عليها ساعة كده. ساعة؟
عيالك عاملين ايه؟ كويسين. كويسين؟ خد ربع جنيه اهو، هات لهم لحمه وشويه فاكهه وشويه حاجات كده، نغنيشهم يعني. عباس بيه ما بيجيش هنا غير يوم الاثنين، وبيمشي بدري اكمنه متجوز، وانا هنا بقى في حراسه على طول. انت خدمت فين قبل اسكندريه؟ طنطا. طنطا. طيب خلي بالك. ها؟ هخلي بالي. من هناك اخيرا اتحلت ازمة السكن يا عديلة. يا سلام. يعني عقبال الظروف ما تتعدل. الظروف عمرها ما هتتعدل لوحدها يا خيط. الناس هي اللي بتسكت على حقوقها. صح. الناس هم اللي لازم يغيروا ظروفهم. طبعا. تعرف لو انتخبنا مرشحين عادلين كانوا ممكن دافعوا عننا وعن حقوقنا. العيب فينا بخيت، احنا اللي بنتسهل في حقوقنا وبعدين نرجع نشتكي ونعيط. نعيط بخيت. انت امتى اخر مره رحت انتخبت؟ امتى اخر مره رحت انتخبت؟ مالك يا بت؟ تعيانه ولا ايه؟ انتخابات ايه؟ مالي ازاي؟ مالنا ازاي؟ انت مش قادر تفهم ان ازمتنا دي جزء من مشكله المجتمع ككل. طب هي وصلت للمجتمع؟ دي ليله من هيله ب60 نيله. ايوه، مجتمع بايظ محتاج لاصلاح على قد الناس عندها وعي سياسي وحس بمشاكل الناس. مالك يا بت؟ احنا مالنا احنا مال السياسه؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين؟ سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. انا ما عنديش سوشيال. ايوه. يعني ايه؟ يعني سلبي وجاهل، وانا خلاص من بعد النهارده اللي هبقى سلبيه ولا جهل. ايه هتعمل ايه يعني؟ هرشح نفسي في مجلس الشعب. مجلس الشعب؟ مجلس الشعب ايه؟ تضحك على ايه؟ يعني هم اللي بيرشحوا نفسهم دول احسن مني في ايه؟ هم رجاله، لكن انت ست هتتبهدلي. قول بقى انك غيران مني. وهغير منك ليه؟ انت هتسقطي بالثلث. انا انجح واكسب مليون راجل زيك وهتشوف. بقول لك ايه؟ ما بلاش ترشح نفسك في مجلس الشعب، انت رشح نفسك في مورستان احسن كده. طيب يا بخيت. هي ليله من ليله ب60 نيله. اللي انا مش قادر افهمه، ليه واحد زي الرسمي بيه يرشح نفسه في الانتخابات؟ يا ابني يا رفيقي، عدويه المجلس لها مزايا كتير، سلطة، عزوة، حصانة، ده غير بقى العربيات والكباين اللي على البحر والشقق واللي 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 شقق. نفسي مرة واحدة حد مننا يمثلنا بجد. وهي شروط الترشيح؟ أبدا، إنك تكون من أب مصري، سنك ما يقلش عن 30 سنة، وبتعرف تقرأ وتكتب، ده غير مبلغ التأمين 200 جنيه بس. شقة ب200 جنيه. بتقول ايه؟ الله يسهل. كويس قوي ان احنا جينا الاول كده، ضمننا رمز الجمال. مبروك يا بخيت. الله يبارك فيك. وده مين المهم ده؟ ده الحاج فتح الله المحامي. وده بقى واصل عبد الحميد مرشح الحزب. ده بانه واصل قوي. ده فئات مالناش دعوه بيه. انت بتعمل ايه هنا؟ انت رشحت نفسك؟ ايوه رشحت نفسي عشان اثبت لك ان انا لا سلبي ولا جاهل، وان انا عندي فنش 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 فنش، انا اقدر اكسب انتخابات عنك. يعني ده بعيد عن شنبك، احنا هنكسبها باذن الله. هي الانسه نازله ايه؟ في ايه؟ واحنا عمال يعني مفيش تنافس. الاخ خميس رفيق كادر قديم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نمره 33 و34. اوعى اوعى. انت جردل وانت كنكه. انا كنكه؟ لا طبعا انا مش كنكه. ويعني انا اللي جردل؟ الاستاذ مش جردل. وبعدين انا جاي هنا من الاول، ومن حقي بقى رمز الجمل. والله ده اللي عندنا، عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم روحوا اشتكوا لمستشار وزاره العدل، وبرضه هتفضل جردل وهي كنكه. وتفضلوا مع السلامه، ورانا اشغال تانيه. اللي بعده. نمره 35 و36. ايها الاخوه العمال، لا تنسوا اخوكم الجردل، فانتم من الجردل والجردل منكم. اخواني واصدقائي، لا تنسوا بخيت حنيدة في المهيطل. شد حيلك. الله يقويك. ربنا يقويك.
واحد اسمه رسمي بيه وراكب عربية مرسيدس ومرشح نفسه عمال. طب ازاي؟ اخواني حبايبي اصدقاء العمال، لا تعطوا اصواتكم الا لعامل مثلكم، اصواتكم امانة في اعناقكم، لا تعطوها لمرتشي او حرامي، بل اعطوها لاخوكم. يعيش رسمي بيه نصير عمال، 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 يعيش رسمي بيه نصير عمال. دي خريطة موقع المعركة اللي احنا داخلين عليها. معركة يا خميس؟ احنا هنحارب وماله؟ نضرب ونكسر وندبح كمان لو انت تؤمر يا باشا. تحب تدبحهم لك كلهم؟ تدبح مين يا ابني؟ هي موقعة حربية؟ دي موقعة انتخابية. انت متأكد ان عضو المجلس بيبقى له شقة؟ قلت لك ايوه. احنا يا رفاق الطريق طويل ومليء بالاشواق. مخي تامر. اهلا يا تامر، تعال. اخ تامر كان معايا في المدرسه، صديق قديم يعني، بس المسائل لخبطت معاه شويه، بس ده عليه كويس قوي حقيقه يعني. لفي نحن نشرب بذلك. وقال لك ايه؟ بيقول ان هو يعني سوف يقف معانا بكل ما اوتي من قوه. وسوف يبذل كل ما يملك من مال. لا 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 لا. ولن يتوانى عن اي تضحيه. خلاص يا حاج تامر، خلاص نرجع لمرجعنا. وعشان نستميل الجماهير العريضة لازم نقدم لهم برنامج عمل ثوري تحريضي تهيجي. ايوه تهيجي. انا احب قوي اهيج الجماهير. يعيش مهيج الجماهير، يعيش مهيج الجماهير، يعيش مهيج الجماهير، يعيش مهيج الجماهير. انا اشكركم واوعدكم ان انا حبذل كل غالي ورخيص. يعيش بتاع الغالي والرخيص، يعيش بتاع الغالي والرخيص، يعيش بتاع الغالي والرخيص، يعيش بتاع الغالي والرخيص. ايه اللي فيه؟ جاسوس هاتوه. نزل ايدك انت. هو انتوا مش عارفين انا مين؟ الله لا لا لا، استنوا الاستاذ نزيه. ايه يا استاذ نزيه، في خير؟ انا جاي من طرف الاستاذه عديله علشان نتفق على ميعاد علشان نتدارس امكانيه التحالف بيننا في الحمله الانتخابيه. قوي، اتفضلوا في اي وقت. هنا ما ينفعش، الاجتماع ده لازم يتم على ارض محايده. ارض محايده يبقى ما فيش غير السطوح بتاع بيتنا. النظام احنا بنفتتح جلستنا هذه لبحث التحالف بين الرفيق بخيت حنيدة المهيطل وبين الرفيقة عديل علي صندوق. انا بقترح ان احنا نوزع المناطق بيننا، وكل واحد في المنطقة بتاعته يعمل دعاية لنفسه وللتاني كمان. انا موافق. انا مش موافق. انا مش ضماني انك انت مش هتعملي دعاية لنفسك في المنطقة بتاعتك اكتر مني. ده انت مخوننا بقى بصراحة. انا اقترح اقترح ان كل مرشح يبعت مندوب في منطقه المرشح الثاني عشان يتاكد من الدعايه. انا موافق. وانا موافق. انا هاخد المينا وحلقه السمك والانفوشي والمنشيه. يا سلام، وانا هيفضل ايه بقى؟ انا وانت ايه اللي هيحشرك في وسط الرجاله بنت الناس؟ وانت ايه اللي هيوديك زنقه الستات؟ نظار كده مش هنتفق. ان شاء الله عاملين ما اتفقنا. ايه رايك؟ يلا بينا. بينا نزيه. جرام هيطل، جرام صندوق. طب اعملوا اعتبار للراجل المحترم اللي معانا ده. انا من رايي ان احنا نتجاوز شويه على الخلافات بتاعتنا، مش كده ولا ايه يا رفيق نزيه؟ انا مش عايز اسمع خالص، لان انا من الاول رافض هذا التحالف، لكن الاستاذه عديله ممكن تسمع. انا من رايي ان احنا نعمل حمله دعائيه مشتركه، وبالشكل ده نوفر فلوس ونكبر الحمله. انا موافق. ذهب احنا اهلي. انا موافق بس بشرط يكتب على اليوفط انتخبوا بخيت وعديله. وليه ما يتكتبش على اليوفط انتخبوا عديلة وبخيت؟ لا، ما عشان انا الراجل وانا الست، والذوق بيقول ليدس فيرست. ايه الذوق ده؟ تعلميني الذوق يا بنت صندوق. جرائيه مهيطل، انت جاي تهزاني قدام انصاري؟ الله 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 الله، احنا الزار كده مش هنتفق. ان شاء الله عنينا ما اتفقنا. لينا ها؟ لينا. يلا بينا.
فين نزيه؟ يا رفاق يا رفاق، حلها بسيط، انتوا النص الاول وانت النص الاول. يا جماعه قبل ما نتخانق، حد فيكم فكر هنجيب فلوس الدعايه منين؟ لقيتها لقيتها. احنا نعتمد على الجماهير، نفتح باب التبرعات. ايه هنشحن من اولها خميس؟ انا مدكنه قرشين ممكن احطهم كلهم. انت متاكد ان فيها شقه؟ وانا عامل جمعيه، على قد ما تحطي هحط انا كمان. خلاص من بكره نبدا الحمله الدعائيه. مبروك يا مبروك يا علينا. لا لا علينا لا 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 علينا. يعيش تعارف الجردل مع الكنكه. يعيش تعارف الجردل مع الكنكه. نحن علينا نحن علينا نحن علينا. يعيش تعارف الجردل مع الكنكه. يعيش تعارف الجردل مع الكنكه. يعني بالصوره دي شويه لو تضيع يعني. خلاص مش كده مش كده يا نزيه، هياخدوا بالهم شويه في الخباسه. مش كده ايوه الرفيق عبده ملابيعه. اهلا وسهلا. عبده مين؟ ملابيعه. اهلا اخويا. اشهر مؤلف اغاني، متحمس جدا انه يقول لك شويه شعارات. مهاود مسجاره. اتفضل يا استاذ ملابيعه. اتفضل اخويا. قول له خلاص. حط فيشه على فيشه والمهيطل زيه ما فيشه. الله الله الله. واحد شاي هنا كتكوت هنا وسكر بره. عديلة يا عديلة، انت حقيقي حلوة جميلة. اديله سجارة. لا ما وخدت في السكة. الراجل الحق يحب الحق، والمهطل دايما على حق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق. الراجل الحق يحب الحق ورسمي بيه. الراجل الحق. الراجل الحق. انت بتدينا اشعارات مستعملة مغشوشة يالا؟ مش على قد فلوسكم. انت فاكر نفسك انت بس اللي بتعرف تألف؟ احنا كمان بنعرف نألف. الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ الاسفلت منور ليه المهيطل ماشي عليه؟ عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج الجماهير. عشان مهيج الجماهير. في ايه؟ فين بقية الزملاء؟ بخيت اصحى يا بخيت، اصحى يا سيادة النائب. عشان مهيج الجماهير. اهدى انت حتنام تاني يا بخيت، ده احنا بقينا الضغط. عشان مهيج. ايه يا بخيت. صباح الخير يا امي. صباح النور يا ضنايا، انت بتحلم ولا ايه؟ مدفوق عمي مفشفش. يا ضنايا يا ابني معلش، تعيش وتاخد غيرها، بس ان شاء الله ربنا هينصرك على مين يا عديل. اما راح اعمل لك الشاي. المهيطل يا بقى. معلم علقنا الصورة دي جوه. من عينيا. خد انا علق الصورة دي جوه في حتة نور. حاضر يا معلم. واللي رسم بيه احنا في الخدمة. وانت خد. يا بخيت افتح الباب عشان ايدي مش فاضية. شفت؟ شفت الراجل الدلالي ادى 5000 جنيه للمعلم بتاع القهوة علشان يشيل يوفاتنا ويحط يوفات رسمي. 5000 جنيه؟ ايوه. يديني نصهم وانا اكتبهم له كمان بنفسي. خيانة! ايه ده يا بخيت؟ بعتنا؟ بعت القضية من ورايا يا بخيت؟ ايه اللي جاب الصور دي هنا؟ اهلا 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 بالانصار. اهلا اهلا. ايه يا اما اللي انت معلقاه ده؟ ايه؟
دي نتائج يا ضنايا مكتوب فيها مواعيد الصلاة، كانوا ايه بيفرقوهم كده على الجيران. انا بقى ما سبتهمش الا ما خدت منهم ثلاثة. بلوشي بلوشي فالحة يا اما، لو كل النخابين زيك هنضمن نسقط بيه الثلاثة. احنا لازم نعمل كام صوان كبير نلم فيهم الناس. انت بتخرف بتقول ايه؟ السرادق الواحد هيتكلف كذا الف. امال هنلتقي بالجماهير ازاي؟ نحن 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 والله بيتكلم كلام مظبوط. وليه؟ قول يعني بدري احنا ما نكلف نفسينا ونعمل صوان نستغل الصوانات بتاعت المرشحين التانيين. نحن 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 بالظبط كده. الشريعة الشريعة يا إخواني هي الحل، وسأعمل يا إخواني على ترميم المساجد ونشر الدعوة، زيادة التعليم الديني في كل المدارس والجامعات. تسقط الحكومة الغاشمة، تسقط المعارضة الخائنة، والويل للكفرة. إخواني المسلمين، أخواتي المسلمات، هذا الرجل يدعو لترميم المساجد، وهذا لا يكفي. فإذا كانت القاهرة بلد الألف مئذنة، فلتكن الأسكندرية بلد الخمسة مليون مئذنة. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. إيه ده؟ من سمح لهما بالكلام؟ نحن نطالب مناظرة إسلامية بيننا وبينكم، والأمر شورى لأمة الإسلام. اخرصي يا فاجرة، لعن الله المرأة المتبرجة والناشز، وخابت جماعة ولت عليها النزاع. اطردوهم برا، اطردوا الزنادقة دول برا. من منا زنديق؟ هذا الرجل يدعو إلى نشر التعليم الديني، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بغلق جميع المدارس والجامعات لأنها تفتن الشباب. هذا الرجل يدعو لمنع البيرة والخمر، وهذا لا يكفي. نحن نطالب بمنع البيرة والخمر والمياه المعدنية والكازوزة والعصائر، خصوصا عصير القصب. ونريد منع أيضا السينما والمسرح والتلفزيون والسلمون والبسطرمة، وتجنب الفول المدمس لأنه يفسد العقول. والله ولي التوفيق. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا بخيل. الله أكبر يا عديلة. الله أكبر يا عديلة. بره، اطردوهم بره، زنادقة كفرة. أدعي عليكم دعوة وأجيب أجلكم. دول داخلين علينا، خرجونا من هنا. اثبتوا يا نساء. الموضوع محتاج تراجع تكتيكي. تكتيكي؟ انسحاب. يسعدنا ويشرفنا بأن يكون بيننا ثلاثة من السادة الوزراء المخلصين، جاءوا خسيسا لمعاصرة أبناء الإسكندرية البررة. الأستاذ الدكتور واصل عبد الحميد، ورجل المواقف والمبادئ الأستاذ رسمي الواثق. أنا مش هقول وأقول، إحنا بتوع مشاريع كلها لخدمة أهالي اسكندرية، وكمان مش هتكلم عنها، هسيب السادة الوزراء هم اللي يتكلموا عنها ويقولوا إزاي هينفذوها بعد ما ننجح في الانتخابات أنا والدكتور واصل إن شاء الله. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش الجمل، عاش الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. عاش تحالف الجمل مع الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم. عاشت الحكومة وتسقط المعارضة. يحيى الحزب الميري. يحيى الحزب الميري. شكرا شكرا. فلتحيوا معي المسؤولين الشرفاء، رجالات مصر الأوفياء، السادة الوزراء، حيوا معي. مين دول يا رسمي؟ ده ولد هلفوت بيشتغل عندي، نازل انتخابات، انا وقفته عن العمل، والبنت اللي معاه دي نازله فئات.